بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قضية مهمة ينبغي لكل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعيها، وهي أهمية النية والقصد، وأهمية ما يضمر الناس في قلوبهم، لأنه يترتب على ذلك من رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات، أو ما يتعلق به من الهمة العالية أو النية التي تكون في القمة، أو ما يكون من ذلك في القمامة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يكون عمل إلا بنية، فالعبد إذا عمل عملا ينبغي أن يكون له فيه نية، أيا كانت هذه النية نية صالحة أو طالحة فلا بد له فيها من نية. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا كانت له نية فينبغي أن يجعلها نية صالحة تتوافق مع العمل الصالح حتى يؤجر عند الله عز وجل عليها، لأن العمل لا يقبل ولا يؤجر العبد عليه عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا صوابا. والخالص ما كان لله عز وجل وحده، أي من تواه العبد أن يجعل هذا العمل خالصا لله عز وجل وحده، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكفي في قبول العمل النية الصالحة، لأن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، ولا يكفي في ذلك أن يكون العمل صالحا، لأن العمل الصالح بغير نية فإنه لا يؤجر عليه العبد عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون هناك نية صالحة وعمل صالح. فالعمل الصالح هو ما وافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنية الصالحة هي أن يخلص ذلك لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى:
تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القيم أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تخلص النية لله في كل عمل، أي تريد بذلك وجه الله لا تريد به وجه غيره، كما أنك لا تريد بذلك رياء ولا سمعة، وإنما تريد الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. فالنية إذن نيتان: نية تفرق العمل، أي تفرق الفرض عن الفرض أو الفرض عن النافلة، أو تفرق العادة عن العبادة. فإن هذه النية لا بد منها عند إتيان العمل. فإذا كان العبد يصوم، فأي صوم يصومه؟ يصوم صوم كفارة أو نذر أو صوم واجب من قضاء أيام كانت عليه، فإن الذي يفرق بين ذلك النية. وكذلك الفرق بين النافلة وبين الفريضة: إذا ما قام يصلي، هل الصلاة التي يصليها نافلة أم فريضة؟ فإنها قد تكون متساوية في عدد الركعات، ومتساوية في القراءة والأذكار والحركات، ولكن هذه فريضة وهذه نافلة. فالذي يفرق بينها إنما هو النية التي يضمرها العبد في نفسه، والتي محلها القلب ولا دخل للسان فيها، وإنما يضمر الإنسان في نفسه. والنية هي القصد، فقصدك للشيء نية. فإذا قصدت الصلاة لله سبحانه وتعالى فريضة كانت فريضة، وإذا قصدتها نافلة كانت نافلة. فهذه النية التي تميز العادة عن العبادة، وتميز الفرض عن الفرض والفرض عن النافلة، فإنها هذه هي النية الأولى. والنية الثانية هي نية الإخلاص، أن يكون عملك هذا لله عز وجل، لا تقصد به رياء ولا سمعة، ولا تشرك مع الله عز وجل أحدا فيه. فهذه هي النية الصالحة التي إذا ما وافقت عملا صالحا رفع الله عز وجل لك الدرجة، وعظم الله سبحانه وتعالى لك الأجر. وإذا كانت خلاف ذلك، فربما كان عليك من السيئات والأوزار، وربما كنت على شفا مهلك في النار والعياذ بالله، إذا ما أضمرت خلاف ما أمرك الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخلص له، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمرنا الله سبحانه وتعالى إلا أن نعبده مخلصين له، أي نجعل ذلك خالصا له وحده سبحانه وتعالى. فالنية عباد الله لا بد منها من العمل، وهي النية ذات خطر على العبد، سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب. فإذا انتوى العبد نية صالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الدرجة، ويرفع الله سبحانه وتعالى له الأجر. وأما إذا انتوى نية صالحة، فربما يكون فيها مهلكه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم؟ أي أن فيهم أسواق نصبت تبيع للجند، لا يعرفون مقصدهم، لا يعرفون أنهم يقصدون هدم الكعبة، وإنما تنصب الأسواق عند التجمعات، فهؤلاء نصبوا أسواقهم يبيعون لهم. وفيهم من ليس منهم، أي سار معهم لا يعرف قصدهم ولا نيتهم، ولا يعرف أنهم يقصدون هدم الكعبة. فقالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. فمن كان نوى أن يسير معهم لهدم الكعبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك، وكأنه هدم الكعبة.
وأما من كان لا يعرف ذلك ولا يقصده فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على أنه كان منهم أو أعانهم أو كان يقصد هدم الكعبة، سواء كان من أسواقهم أو من ليس منهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة النية، فهذان رجلان كانا معا، أحدهما قصد هدم الكعبة والآخر لم يكن يقصد هدمها، خسف بهما. فلما بعث أحدهما إلى النار والآخر لم يعذب على ذلك لأنه لم يكن قصده هذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية القصد، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على القصد، لأن القصد يفرق بين العمد وبين الخطأ كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي أن الخطأ والنسيان لم يكن فيه عمد، والعمد إنما يتوفر في نية العبد. العمد يتوفر في نية العبد، أي من قصد العبد، إذا قصد الشيء وانتواه فإنه يكون إذا فعله يكون متعمدا لذلك. أما إذا وقع منه وهو لا يريده ولا يقصده ولا ينويه فإن ذلك يكون منه خطأ. ولذلك فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، وفرق كذلك بين وقوع المعصية عمدا وبين وقوعها جهلا أو تأولا أو وقوعها كذلك خطأ أو نسيانا. فإن العبد لا يؤاخذ عليها إذا كانت وقعت منه جهلا أو خطأ أو نسيانا أو كان ذلك بغير عمد. فالعمد إذن هو في النية عندما ينتوي العبد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، حتى أن العبد يؤجر على نيته أو أنه يعذب عليها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، أي أن هذا القاتل استوجب النار لقتله أخاه، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا لم يقتل، إنما قتل، ولكنهما في النار، أي القاتل والمقتول، لأن القاتل قتل والقتيل كان حريصا على قتل أخاه، والقتيل كان حريصا على قتل أخاه. فانظر عبد الله إلى هذه النية وأثر هذه النية. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، أي أنه يؤجر على نيته هذه. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه ربما هم بها ولكنه هم أيضا بالرجوع عنها لأنه خاف الله سبحانه وتعالى، لأنه خاف الله سبحانه وتعالى، فحدثت له نية صالحة يؤجر عليها. ومن هم بحسنة فعملها كتب له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا خطر النية، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطر النية، أي بينما العبد يهم بالحسنة أو يهم بالسيئة فإن ذلك يكون له عند الله سبحانه وتعالى أجرا، أو يكون له عند الله سبحانه وتعالى وزرا، وذلك بسبب همه بالحسنة أو بالسيئة، أي قصده للحسنة أو السيئة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من عمل عملا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليه. وإذا كان يبتغي بذلك ولو عمل نفس العمل وكان يبتغي لا يبتغي بذلك وجه الله، لم تكن له نية صالحة، فإنه قد يكون مأزورا. فإن الصحابة رضي الله عنهم حكوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان يقاتل بسيفين
وأبلى بلاء حسنا. فقالوا ما أشجعه وما أروعه وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو في النار. فبينما هم في اليوم الثاني إذ تبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ضرب هذا الرجل فقطعت يده فلم يتحمل ذلك، فجعل ذبابة السيف بين ثديه ثم ضغط عليه حتى خرج من ظهره. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت فيه البارحة كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أني رسول الله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني في مرضي في حجة الوداع، فقلت: يا رسول الله، أنت ترى ما بي من المرض، وليس لي إلا ابن واحدة، وإني أريد أن أتصدق بثلثي مالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا. فقلت: فبالنصف؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. يا سعد، إنك إن تترك أبناءك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أخلف في مكة لا أرجع إلى المدينة فأموت في مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في في امرأتك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله، أي هذا عمل صالح موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثاني: تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في في امرأتك، أي حتى ما تطعمه زوجتك فإنك تؤجر عليه من النفقة. يا سعد، إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. يا سعد، لعلك تخلف حتى ينفع الله عز وجل بك أقواما ويضر بك آخرين. فعاش سعد بعدها حتى كان له 17 ولدا رضي الله عنه، ونفع الله عز وجل به المسلمين في معارك الفرس، وانتصر سعد على الفرس وأزال دولتهم بغير رجعة إلى يوم القيامة. فنفع الله عز وجل به المسلمين وأضر الله عز وجل به الكفر والكافرين. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك، أي حتى ما تطعمه زوجتك إذا انتويت فيه النية أن يكون ذلك لله عز وجل فإنك تؤجر عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ما تعمل عملا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ما تعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى إلا ازددت به درجة ورفعة، أي رفعك الله سبحانه وتعالى الدرجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه ببضع وسبعين درجة. وذلك أن الرجل إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه إلا الصلاة، أي هذه هي النية والهم والقصد، أن ما خرج من بيته إلا للصلاة، ما خرج من بيته إلا قاصدا المسجد، فإنه إذا مشى خطوة رفعت له درجة، والخطوة الثانية تحط عنه خطيئة، حتى إذا أتى المسجد
فانتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له وتستغفر له، الله تصلي عليه وتستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، أي ما كان في مصلى وما لم يحدث. وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، أي من ما كانت نيته أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة فهو في صلاة. فإذا وجدت هذه النية أنه إذا جلس في المسجد لا يجلس إلا انتظارا للصلاة، فهذه النية تفرق إذا كان له أجر أم لا، أو كان يجلس ينتظر أحدا أو يستريح أو يقيل، أو أنه ينام في المسجد أو غير ذلك، لا يريد أنه ينتظر الصلاة، لا يكون له في ذلك أجر. وغيره ربما يبقى دقائق ولكنه ينتوي فيها أنه ينتظر الصلاة، أنه ينتظر الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر والمثوبة على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن العبد إذا انتوى النية الصالحة فإن هذه النية هي التي ترفعه الدرجات، هي التي ترفعه الدرجات، وهي التي تحط عنه الخطايا والسيئات. وأما إذا كانت نية غير صالحة فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك. وعلى ذلك فينبغي للعبد أن يجمع النوايا الصالحة دائما في كل عمل، في كل حركة، في كل سكنة، ينبغي أن يكون للعبد فيها نية ينتوي عملا صالحا يبتغي به وجه الله سبحانه، سواء كان في عمله ينوي العمل للتكسب لكي ينفق على ولده وعلى زوجه، وأنه يستغني بذلك عن سؤال الناس، وأنه يتعبد بذلك لله عز وجل، أو يجمع المال لحج أو لعمرة أو لنفقة أو لصدقة أو لغير ذلك، فيكون له في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يحدث هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غزوة تبوك، وكانت أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيف شديد الحرارة في مسافة تبلغ 800 كيلومتر بعدا عن المدينة إلى تبوك، وكان يسمى جيشها جيش العسرة لقلة المدد الذي كان في هذا الجيش، وذلك لأن السفر بعيد وكان الطقس حارا جدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسير بأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من هذه الغزوة في رمضان، رجع من هذه الغزوة في رمضان، فكانوا أيضا صائمين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم وهو في الطريق: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم طريقا ولا ما قطعتم طريقا وما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، منعهم العذر، وفي رواية منعهم المرض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم أن هذا السفر الطويل الشاق الذي تحملتموه في الوديان والطرق، وأنتم تسلكون طريقا بعد طريق وتعبرون واديا بعد واد في سفر في الذياب وفي الذهاب والإياب والإقامة بتبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مدة ينتظر بني الأصفر يعني الروم فلم يأتوا، فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة لرجالا، أي جالسين في بيوتهم يشاركوننا في الأجر، ليس في أجر القتال فحسب، بل كل خطوة نخطوها كأنهم خطوا هذه الخطوة ولهم فيها أجر، ما قطعتم طريقا، ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، أي كان لهم مثل هذا الأجر، وذلك لأنهم كانوا يريدون الخروج ولكن منعهم العذر، ولكن منعهم العذر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أتوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحملهم، ليس عندهم مال، لكي يأتي لهم بدواب وسلاح فيخرجون معه يقاتلون عدو الله،
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإنهم حزنوا حزنا شديدا أنهم لم يخرجوا إلى الغزو ولم يكونوا مع المسلمين. هؤلاء عندما تخلفوا شاركوا هؤلاء المسلمين في الأجر، في كل خطوة خطاها هذا المقاتل كان الذي يجلس في بيته يشاركه الأجر، وإنما كان ذلك بالنية. وهناك أناس تخلفوا عن هذه الغزوة من المنافقين وكانوا لا يريدون الخروج، ولكن لا يريدون الخروج والله سبحانه وتعالى عاب عليهم فقال: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الله سبحانه وتعالى ذمهم وعابهم. فانظر إلى فريقين من الناس تخلفوا عن هذه الغزوة: فريق عاب الله عز وجل عليهم، عاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وفريق جعل الله عز وجل لهم الأجر مثل الجنود المحاربين. وإنما فرق بين هذا وذاك النية، الذي فرق بين هذا وذاك النية، هذا كانت نيته الخروج أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لو استطاع، وهذا كان نيته القعود. فالله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين أرادوا الخروج ولم يكن لهم عدة ولم يستطيعوا الخروج، وعاب الله سبحانه وتعالى على المنافقين الذين تخلفوا عن هذه الغزوة وقعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر عباد الله يبين أهمية النية، وأن العبد ينبغي أن تكون له نية صالحة في كل أمر، وينبغي أن ينتوي العبد هذه النوايا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما نوى، إن نوى خيرا كان له خير، وإن نوى شرا كان له شر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لرجلين هاجر من مكان إلى مكان، أحدهما كان مهاجرا إلى الله والآخر كان يريد الدنيا. أيا كانت هذه الدنيا، كانت مالا، كانت تجارة، كانت ديار، كانت نساء، كانت عشيرة، كانت قبيلة، لكنه لم ينتوي أنه يخرج لله سبحانه وتعالى. فالأول هجرته إلى الله ورسوله، أي وقعت هجرته إلى الله ورسوله عند الله عز وجل، وأنه له عظيم الأجر على هذه الهجرة لله ولرسوله. وأما الآخر فإن نيته دنيئة، لأنه أراد الحياة الدنيا ولم ينتوي في ذلك نية صالحة، فهل يكون له من توى؟ الأول يكون له من توى، وأما الثاني فلا يكون له إلا ما أراد الله عز وجل له، إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى له. فالله سبحانه وتعالى يبين أن من يريد الآخرة يعطيه الله عز وجل الآخرة، ومن يريد الدنيا لا يأخذ منها إلا ما شاء الله له، يعني لا يأخذ منها ما أراد، لا يأخذ منها ما أراد، وإنما يأخذ منها ما شاء الله عز وجل له. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء أي ما يشاء الله عز وجل، لا ما يشاء العبد، لا ما يشاء العبد. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء أرادوا الآخرة يأخذون الآخرة، همهم الآخرة، نيتهم الآخرة، قصدهم الآخرة، يأخذون الآخرة، لهم الآخرة. وأما من نيته الدنيا لا يأخذ الدنيا، لا يأخذ الدنيا، وإنما يأخذ منها ما شاء الله وما أراد، ما شاء الله سبحانه وتعالى وما أراد الله سبحانه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لم يقل كما قال في الفقرة الأولى فهجرته إلى الله ورسوله، قال هنا فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هجر إليه. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحقيرا لنيته، تحقيرا لنية هذا الدنيء الذي لم ينتوي نية صالحة يبتغي بها وجه الله. والأمر الثاني أنه ليس بالحتم واللزوم أن يحصل له ما أراد، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه منها أي من الدنيا ما يشاء الله لا ما يشاء العبد. ولذلك لم يقل ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر النية أن هذان رجلان انطلق من نقطة واحدة إلى نقطة محددة أخرى، الاثنان يسافران معا لكن أحدهما مأجور والآخر مأزور، أحدهما مأجور والآخر مأزور، أو أحدهما فعل مباحا والآخر فعل طاعة لله سبحانه وتعالى تقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا الأمر عباد الله يبين خطر النية، يبين خطر النية وخطر الهم وخطر القصد. فإن العبد ينبغي أن يقصد من كل فعل يفعله ومن كل قول يقوله أن يقصد به وجه الله عز وجل، وأن يقصد به نية صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن يقصد التعبد لله عز وجل، سواء كان ذلك في عمل أو حتى كان في زواج وجماع أو حتى كان في حركة وسكون أو حتى كان في تربية لولد أو إصلاح لأهل أو إطعام لزوجة وأولاد أو غير ذلك من الأعمال التي يراها الناس مباحة، لو أنه انتوى فيها نية صالحة فإن الله عز وجل يجعل له في ذلك عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا، وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة عباد الله إلى الله ورسوله كانت في بداية الأمر من كل بلد يسلم فيها العبد إلى المدينة، أي أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه بعد أن فتحت هذه البلاد ومصرت الأمصار وصارت دولة الإسلام عظيمة، فإنه سقط وجوب الهجرة إلى المدينة، وبقي عباد الله الجهاد والنية، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد فتح مكة فليس هناك وجوب للهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها صارت دار إسلام. وهذا فيه أن مكة تصبح دار إسلام وتصير دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن تصبح أبدا دار كفر بإذن الله سبحانه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالعبد عليه أن ينتوي النيات الصالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة عباد الله باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الهجرة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما تبقى التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإن الهجرة باقية. والهجرة الباقية عباد الله ثلاثة أنواع: الهجرة الأولى هجرة المكان، والهجرة الثانية هجرة العامل، والهجرة الثالثة هجرة العمل. فالهجرة الأولى وهي هجرة المكان
وهي أن يهجر الإنسان المكان الذي يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، ومن باب أولى أن يهجر بلاد الكفار التي هو إن كان مقيما فيها أن يخرج منها إلى بلاد الإسلام، ومن باب أولى ألا يسافر إلى بلاد الكفر، لأن ذلك أعظم من أن يكون مسلما أسلم في بلاد الكفر ولم يخرج منها، فهذا جالس في بلده وإن كان يجب عليه أن يخرج إلى ديار الإسلام. وأما الثاني الذي كان في ديار الإسلام فهو أشد، إذا كان في دار إسلام ثم ذهب إلى دار الكفر فإن هذا أشد وأنكى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذه الهجرة باقية وأنه لا بد منها، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بالرجل الذي قتل 99 نفسا، فإنه لما دل على راهب قال هل لي من توبة؟ قال لا أجد لك من توبة، فقتله فأكمل به 100. ثم دل على عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبين له العالم أنه ينبغي عليه وأن ذلك من توبته إلى الله أن يهجر الأرض التي عصى فيها الله سبحانه وتعالى، وإن من توبة العبد أنه إذا هجر هذه الأرض ألا يعود إليها، ألا يعود إلى الأرض التي عصى الله عز وجل فيها والتي فيها الناس يعصون الله سبحانه وتعالى، وأن يخرج إلى أرض فيها الصلاح وأن يعبد الله سبحانه وتعالى مع أهل الصلاح. فهذا الأمر الأول وهي هجرة المكان. فالعبد إذا تاب إلى الله عز وجل فينبغي أن يهجر الأماكن التي كان يتردد عليها يعصي الله عز وجل فيها، فلا يجلس على المقاهي التي كان يجلس عليها، ولا يأتي الأماكن التي كان يأتيها فيعصي الله عز وجل فيها، سواء كان ذلك مع أصدقائه أو مع غيرهم، فإنه ينبغي أن يترك هذه الأماكن، وأن ذلك من توبته، لأنه إذا تردد عليها ربما يعود إلى معصيته ويعود إلى ما كان عليه من الباطل والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني فهو هجرة العامل، فينبغي للعبد أن يهجر أهل المعصية ولا يجالسهم ولا يدانيهم، فإن كانوا من الكفار فهجرهم ظاهر، وإن كانوا من المسلمين الفساق فنحن ننظر إذا كان هجرهم ينفعهم أو أن هجرهم يضرهم. فإذا كان هجرهم ينفعهم، أي أنهم إذا هجرهم الناس ارتدعوا وعادوا إلى دينهم والتزموا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجب علينا أن نهجرهم. وإن كان الهجر يضرهم، أي أنهم يتمادون في غيهم وكانوا يستحون منا إذا كنا في جوارهم، فإنه يكون الهجر في هذه الحالة غير واجب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هجرة المسلم فوق 3، قال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كانت الهجرة تنفع المسلم، أي كان مسلما عاصيا أو باق على معصية، فإذا هجرناه ارتدع فإننا نهجره، وإن كانت هجرتنا له تزيده في الباطل فعلينا أن نقلل الشر والفساد بجوارنا له وبانكسارنا عليه وبنصحنا له حتى نقلل الشر والفساد. وأما الهجرة الثالثة فهي هجرة العمل، وهو أن يهجر الأعمال الباطلة والسيئة التي كان يفعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي أن يهجر المعاصي كلها ويهجر الأعمال الباطلة والطالحة التي كان يقترفها، فينبغي أن يترفع عنها، وينبغي أن يعلو ويسمو إلى مصاف أهل الصلاح بطاعة الله عز وجل بالتزام الأمر واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن كان السفر إلى بلاد الكفار لحاجة فإن أهل العلم يجوزون ذلك،
إذا كان لطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو لتجارة وعودة مع حفظ الدين، أو كان هذا يسافر إلى علاج مرض لا يوجد علاجه في بلاد المسلمين، فإنهم يجوزون ذلك مع عدم الإقامات الطويلة والعودة مباشرة مع انتهاء حاجة المسلم، وعليه أن يظهر دينه في كلما تمكن من ذلك، أن يظهر دينه في بلاد الكفر إذا تمكن من ذلك، وإن كان عاجزا فعليه أن يعود إلى بلده وإلى بلاد المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذه الهجرة إلى الله عز وجل ورسوله. الهجرة يأتي التوبة أيضا بمعنى الهجرة، ويأتي الإسلام بمعنى الهجرة. فالكافر إذا أسلم فقد هاجر إلى الله عز وجل، والعاصي إذا تاب فقد هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن لعمر بن العاص: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التوبة هجرة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم التوبة هجرة. فالتوبة هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها هجر للمعاصي، لأنها هجر للمعاصي، ولكونها فعل لأمر الله سبحانه وتعالى، فهي فرار إلى الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى، فقال: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يفروا إليه. وكل شيء تخافه تفر منه إلا الله، فإنك إذا خفته فررت إليه، فإنك إذا خفته فررت إليه. هذا الحديث العظيم عباد الله هو نصف الدين، ونصفه الآخر حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: الحديثان يشكلان الدين كله، فالحديث الأول يبين أنه لا عمل إلا بإخلاص، والحديث الثاني يبين أنه لا عمل مقبول إلا إذا وافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنصف الدين حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ونصف الدين الآخر حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يرد كل المبتدعات والمخترعات والمبتكرات في دين الله سبحانه وتعالى والمحدثات، ولا يبقى إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن استن بسنته وعمل بهديه وهو مع ذلك يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له على عمله أجرا. ومتى خالف في أحد هذين الأمرين، أن كان العمل غير صالح أي غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان العمل غير خالص لله، فإنه مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.